تمرين بسيط بهذه الأداة بالفلين الموجودة بأي عبوة ورح تعمل نتائج هائلة على وشك. Let's go نتعرف على التمرين. يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين رحي حاصلة تجد دكتورة بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية بلوجة الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. اليوم كتير من التعليقات عم بقرأها عم يطلبوا تمرين كامل للوجه، فأفضل تمرين لكامل الوجه حتى نخفف من التجاعيد اللي موجودة بالجبهة وموجودة بتحت الفم. رح تشد الخدين والتمرين كتير بسيط، لا يحتاج إلى ترطيب، فينا نمارسه ولا يتعارض مع أي تمرين من التمارين السابقة. سابقاً كنت قلكم ما تحطوا هالتمرين مع تمارين أخرى، هذا التمرين تقدروا تطبقوا مع أي تمرين آخر أنتوا اخترتوه ضمن القائمة اللي أنا عم بشرح لكم إياها. مدة تطبيق التمرين 30 ثانية فقط، 15 ثانية رح تكون للجبهة و 15 ثانية رح تكون لمنطقة الذقن. رح نحط الفلينة العادية مثل ما كنتم شايفيننا، الفلينة رح حطها بتمي، رح تشدلي عضلات الخد، هيدا التمرين حتى تنحف لي منطقة الخد وإبراز الخدود وتخفيف التجاعيد. ثلاثين ثانية فقط، انتو راح تلاحظوا في عندي هذه المنطقة عم تنشد، هون التجاعيد انا عم رخيها وايضا التجاعيد اللي موجودة باعلى الجبين. التمرين متكامل راح يعطي للوجه نضارة جميلة وفيكم تطبقوا وتخبروني النتائج. الحجم يكون متوسط، ما يكون كتير كبير وما يكون كتير صغير، بالحجم المتوسط اذا بدي اقارنه بالابهام أكبر شوي من الإبهام. التمرين مثل ما قلت لكم 30 ثانية، طبقوا وخبروني بالتعليقات وأنا بكون معكم بأي تعليق أنا عم بجمعه وخبركم خلاصة بالأخير، وناطرة تجاربكم. ما تنسونا كومنت حلو ولايك وشير.